يا رب يا رب يا رب. هنوصل 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 هنوصل. هذه المحطة الحمد لله مش الحال. عبدو عبدو سؤال بس معلش، ما لقيت شارع تاني تودينا منه غير ده؟ شباب يعني مين جد؟ شو كان في عنا حل غير هالطريق؟ في حل نسأل. في طريق شمال طريق يمين، أخذنا قرار يمين وصلنا على محطة بنزين. كان عنا حل ما نسمع منه. مرحبا. أهلين. كيف الحال؟ ليش أول شيء هي السيارة منزوعة بس إنه صلحت هلأ؟ خلاص طبعاً صلحت الحين كل شيء تمام بهالسرعة هيك؟ أنتوا قاعدين تدوروا على الاستوديو؟ كمان بتعرف الاستوديو؟ يلا وصلكم. شفتوا في طريق توصل على الاستوديو؟ والله أنت أنت عدت الوحش. مين اللي رح توصلنا؟ مش أنت بالضبط. مش أنت أنت ليه كمان وصلتنا؟ شو هيك جديدة بالسواقة يعني؟